اقسم بالله اقسم بالله احنا ما عندنا اتحاد كوره. اللي موجودين في اتحاد الكوره دلوقتي مافيا عصابه نسبه ابوهم وبدوروها زي ما هم عايزين. طلع علينا مجدي عبد الغني فيديو الدكتور اسامه غنيم خبير مكافحه المنشطات. اسمع كده معايا الدكتور اسامه غنيم والكابتن مجدي بيقول ايه، وهعرض لكم صوت بس بصوره علشان انتوا عارفين حقوق البث والحوارات دي كلها. اسمع يا معلم. ليه؟ لان العينه اللي جايه من اسبانيا جايه سلبيه. كابتن الكود الدولي بيقول ايه؟ العينه السلبيه ما اقدرش اوقف لاعب بيها. انا طب هو استند على ايه واقف واقف رمضان؟ الكلام ده مش ليا انا بقى. اقسم بالله انا كاهلاوي لما عرفت خبر رفع الايقاف على رمضان صبحي وان رمضان صبحي هيلعب مع بيراميدز عادي بدايه من مباراه النادي الاهلي، انا فرحت. انا كاهلاوي فرحت لان مفيش حاجه بيني وبين رمضان صبحي، لاعب ومش من النادي الاهلي وخلاص ربنا يكرمه في اللي جاي. تطلع انت بقى عايز تنهي مسيره لاعب زي رمضان صبحي ليه؟ عمل فيك ايه رمضان صبحي؟ لما النتيجه بتاعته سلبيه ليه ما رفعتش الايقاف؟ وانت مين اصلا عشان تعمل عليه ايقاف ما دام النتيجه بتاعته مش ايجابيه؟ المفروض اصلا اللي بيعمل العقوبات دي لجنه مكافحه المنشطات، انت بقى مين عشان توقع ايقاف على رمضان صبحي؟ عايز تنهي على رمضان صبحي زي ما نهيت على احمد رفعت؟ عايزين تخلصوا على اللعيبه اللي موجوده في مصر؟ حرام عليكم، هي عزبه ابوكوا تدورها زي ما انتوا عايزين؟ فين الرقابه على الناس دي؟ فين الرقابه على اتحاد الكوره؟ فين وزير الرياضه يبص على الناس دي؟ بس كده يلا سلام.